احنا دلوقتي يعني لو بصيت لحراسة المرمى في مصر هتلاقي عندك حراس كتير 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 كتير، لكن انت بتبص مين الحراس اللي هي مميزة، الحراس اللي هي ما تعملكش او ان انت تبقى عايز تختار منتخب مصر او تختار حارس لمنتخب مصر، تقدر تختار بين حارس واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ما فيش مشاكل في دي. احنا دي عندنا لسه فيها يعني مشكلة شوية. والله حراسة المرمى بخير، انا مش عارف ليه الناس دايما في مشكلة في حراسة المرمى، الناس هي اللي بتصدرها. انت لما تبص النهاردة عندك الشناوي موجود احسن جون في افريقيا، احسن جون في تقريبا في الوطن العربي، هتبص تلاقي عندك ابو جبل، عندك محمود جاد، محمد صبحي، انت بتتكلم في اربع خمس حراس مرمى على مستوى اعمار متفاوت. فانا شايف ان مفيش اي مشكله في حراسه المرمى.